سؤال الأخير، ما الدليل أو ما حكم ألعاب الحظ من مثل الشدة؟ إخواني في الله، ينبغي لك التنبه أن الشرع قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وهو لعبة قائمة على الحظ والتخمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهوه ابن آدم فهو باطل، إلا مداعبته زوجته، أو ملاعبته لفرسه، أو رميه بقوسه. فإذا أشياء فيها منفعة، فمداعبة الزوجة يترتب عليها الولد، ورمي القوس الجهاد، وملاعبة الفرس أيضا الجهاد والعمل. فإذا حتى اللعب مع الفرس والقوس وما شابه كان فيه فائدة، فأي لعب لا فائدة منه باطل يتجنب، وهو باب إلى القمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده بدم خنزير ولحمه. طيب شو الذي يغمس يده بدم الخنزير مقدم أن يأكل الخنزير، والذي يلهو اللهو الباطل مقدم لكي يلعب القمار بالعوض.